I don't think so, I have to be honest. لا أعتقد ذلك، وأعتقد أننا سنرى الأمر نفسه وما سنحصل عليه، وما نحصل عليه ليس شيء كبير، ولكن نحن نحصل على إمدادات كبيرة من الأسلحة والتي تأتي من دول الناتو وتمنح لأوكرانيا، حيث تستخدم لمقاتلة الجنود الروس والجيش الروسي، وهذا شيء ليس بالضبط لا يمثل بالضبط الانخراط المباشر، ولكنه يسهل وييسر حياة الأوكرانيين. الشيء الأكثر أهمية في البداية هو القرار السريع الذي اتخذ من قبل ألمانيا بالسماح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهذا يشمل في الأيام الأخيرة حيث حققت هزيمة لروسيا في العاصمة كييف وفي مناطق أخرى في شمال أوكرانيا. الوضع والمعادلة العسكرية تتغير، حيث استخدمت روسيا بالفعل المعدات بحوزتها منذ بداية الحرب، ووجدت طريق يسير لاستبدالها، وأوكرانيا تتعرض للضغط من القوات الغربية والولايات المتحدة، لذلك نشهد تغيير وتبديل في القوى العسكرية في المعركة، والمدافعين يفضلون الأوكرانيين. قلت أن الجديد هو قرار ألمانيا للسماح بالمساعدات، بالإضافة طبعا إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال شحنة مساعدات إضافية تصل إلى 100 مليون دولار من الإمدادات العسكرية. كل هذه المساعدات هل ستحدث الأثر الكبير في دعم أوكرانيا في هذه الحرب؟ Absolutely. We do not know بالطبع لا نعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الفوز في هذه الحرب حتى مع وجود المساعدات المرسلة إليها. لا نعرف إذا كان سيكون هذا كافي لكي يمنح الفرصة لأوكرانيا بالفوز. المصادر والموارد محدودة، والدولة تتعرض لضغوط كبيرة. هذا الشيء لا يفعل فقط كإظهار الاهتمام، ولكنه يفعل برؤية واضحة لتغيير نتيجة الصراع في أوكرانيا. أوروبا تنظر إلى إمكانية قطع الفحم الروسي، وستتطلب هذه الإجراءات موافقة بالإجماع، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها اليوم. كيف ستكون نتيجة هذا التصويت؟ هل ستحظى بالإجماع باعتقادك؟ إذا كنت تتحدث عن النفط الروسي، هناك بالتأكيد إجماع بالفعل، وأوروبا تتحدث عن الفحم وعدم الاعتماد على النفط الروسي. أعذريني، نعم الفحم، أعتقد أن هذا أكثر احتمالية، وهذا ليس قرار الناتو فنيا، فالناتو تحالف عسكري ولا يقول للأشخاص كيف يشترون الفحم، ولكننا سنرى قرار يتخذ في اجتماع الناتو على الهامش، حيث سيتحركون بعيدا عن الفحم الروسي، وهذا سيكون أسهل وأيسر، لأن هناك موارد ومصادر بديلة، وفي الجنب الشرقي من أوروبا ووسط أوروبا، وهذا يقلل الاعتماد على الفحم والنفط الروسي. من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن عقوبات إضافية ضد روسيا اليوم، وهو نفس المسألة التي تبحثها أيضا هذه الاجتماعات في بروكسل. ما طبيعة العقوبات المتوقعة من الإدارة الأمريكية ومن الدول الأوروبية ضد روسيا؟ It will be more of the same.
ستكون العقوبات من نفس النوع، وقد رأينا أفراد منخرطون ومتورطون مع الإدارة الروسية فيما يخص قطاع سياسة الدفاع، ورأينا عقوبات على أفراد بعينهم من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا حيث لا يمكنهم السفر، وفي الغرب رأينا هذا. وفي الوقت الحالي يبدو أنه ستكون هناك عقوبات متعلقة بالبنوك وفي الصناعة الدفاعية والقطاع الصناعي الدفاعي. آلية فرض العقوبات مرئية وواضحة وستستخدم، وهناك شوطا طويلا لقطعه، وهم يحاولون الضغط على الاقتصاد الروسي إلى حد كبير، ولكن هناك المزيد مما يمكن فعله.